خلال شهر رمضان اتكلمنا عن تاريخ الكونسولز وفيديو النهاردة قصتنا هتنتهي، فلو متفرجتش على الحلقات اللي فاتت بنصحك ترجع تتفرج عليها. وانا شادي جن من جمزاوي واهلا بيكم في نهاية قصة تاريخ الكونسولز. بعد الأزمة الكبيرة اللي حصلت مع الإكس بوكس 360 ومجهودات مايكروسوفت الجبارة عشان تحاول تمحي الأزمة اللي هي عملتها وتبني براند إكس بوكس من تاني، وفعلا شفنا إن على نهاية الجيل الإكس بوكس 360 كان محقق أرباح عالية جدا بمقاربة جدا مع البلاي ستيشن 3، والجهاز بقى ليه فانز كتار زي فانز بلاي ستيشن بالظبط، لدرجة إن الكل كان متحمس للإعلان عن الإكس بوكس الجديد. وفعلا في E3 2013 مايكروسوفت أعلنت عن الإكس بوكس 1، واللي كان إعلان مدته ساعة كاملة، كان منهم ربع ساعة بس كلام عن الألعاب، وبقية الساعة كان الكلام عن الميديا وإن إزاي جهاز الإكس بوكس جهاز ميديا متكامل. وهنا واضح جدا إن الجيمرز ما بقوش على أولوية مايكروسوفت الأولى، إنما كانوا بيحاولوا يسوقوا للجهاز على إنه جهاز ترفيه وخلاص. واللي زاد الموضوع سوء هو إن الإكس بوكس 1 كان جهاز أونلاين فقط، يعني ما ينفعش تلعب على الجهاز أوفلاين بأي شكل من الأشكال، ولا تقدر تشتري ألعاب مستعملة عليه، ولا حتى إن أنت تقدر تبدل ألعابك مع أصحابك إلا بموافقة ناشر اللعبة الأصلي. وحتى دعم الأجيال القديمة كان متشال من الخطة تماما، لدرجة ان دوم ماتريكس رئيس قسم اكس بوكس في مايكروسوفت قال لو بتفكر في دعم الألعاب القديمة فانت شخص رجعي. وكمان لما سأل عن وضع الاونلاين الجديد في الجهاز قال لو ما تقدرش تدخل على النت فروح اشتري اكس بوكس 360 احسن. واللي زاد التيم بلا هو سعر الجهاز اللي كان $500 وقت الاطلاق. وبعد الاطلاق البشع للجهاز وتصريحات دوم ماتريك العقيمة، مايكروسوفت طردته من الشركة وعينت بداله فيل سبنسر، واللي اول حاجة عملها انه لغى كل الكلام عن وضع الاونلاين ده تماما، ورجع الباكوردز كومباتيبلتي تاني لكل العاب الاكس بوكس والاكس بوكس 360 تقريبا، وقلل سعر الجهاز ل $400 تماشيا مع سعر البلاي ستيشن 4، واشترى استوديوهات العاب كتير جدا، لدرجة ان في E3 2018 عرض اكس بوكس كان كله عروض العاب، ده غير الانطلاقة القوية لخدمة الاكس بوكس جيم باس واللي بتضمن لك مكتبة ضخمة جدا من الألعاب مقابل اشتراك شهري بسيط. كل ده كان سبب في إنقاذ براند مايكروسوفت للمرة التانية بعد ما كان هينهار للأبد. سوني وزي ما عملت سنة 95 بعد إطلاق السيجا ساترن، استنوا عرض الإكس بوكس السخيف لما يخلص وطلعونا بمؤتمر 3 دقايق بس قالوا فيه كل الكلام عكس مايكروسوفت بالحرب. البلاي ستيشن 4 مش هيطلب اتصال بالانترنت عشان يشتغل، ولا هيطلب منك اي نوع من انواع التوثيق، ولا الالعاب المستخدمه هتشتغل طبيعي، وليك الحق الكامل في بيعها وشرائها. ولو انت شخص بيستمتع بالعاب الاوفلاين فانت من حقك تستمتع بالعابك من غير ما اي حد يطلب منك تسجيل دخول على الانترنت. وبعدها مباشره عرضوا مقطع 20 ثانيه بس بيوضح ازاي تشارك العابك مع حد. وبعد الخمس دقايق دول كملوا ساعة ونص كاملين عرض للألعاب الجديدة زي فاينل فانتزي 15 ومتر جيل سوليد في. وكمان البلاي ستيشن 4 كان جهاز سهل جدا التطوير عليه عكس البلاي ستيشن 3، وكمان دعم كبير بالحصريات من أول سنة للجهاز ولحد آخر حياته. سوني دعمته بأكبر حصرياتها زي هورايزن زيرو دون، جاد اوف وور، بلاد بورن، انشارتد 4، ذا لاست اوف اس 2 وغيرهم، بإجمالي أكتر من 30 عنوان حصري للجهاز. ولحد النهاردة سوني لسه بتوعد بدعم الجهاز لسنتين قدام كمان من الحصريات حتى بعد نزول البلاي ستيشن 5. وبكده تكون سوني قدرت تكسب الجيل الجديد حتى من قبل ما يبدأ بمبيعات تفوق الاكس بوكس 1 بالضعف، والحاجز قرب يكسر 110 مليون نسخة. وفي منتصف حياة الكونسولز سوني ومايكروسوفت نزلوا تحديث للهاردوير الخاص بالجهازين تحت مسمى البلاي ستيشن 4 برو والاكس بوكس 1 اكس، واللي كانوا بيدعوا انهم بيدعموا لحد 4K و60 فريم، الا انه بسبب ان الجيل الجديد كان قريب جدا فالكونسولز الجديدة ما شكلوش اي تحديث كبير عن النسخ العادية الا بحوالي 20% في الجرافيكس وحوالي 5% في قوة السي بي يو، واغلب الالعاب كانت شغالة على 1444p، فما كانوش محط انظار ناس كتير، خصوصا وان الفرق في السعر بينهم وبين النسخ العادية حوالي $200.
بعد نجاح كبير اللي حققه الوي وخصوصا انه دخل اجيال كتير جدا مختلفة لعالم الجيمينج، نينتندو بقت تفكر في عيوب الجهاز وازاي تقدر تصلحها مع الجيل الجديد. وفعلا لما لقوا ان الوي كان موجه اكتر للناس الكاجوال والناس البسيطة وفاقد للالعاب الهارد كور جيمرز وانه كمان مش بيدعم الاتش دي، هنا نينتندو خرجت لنا باول جهاز من الجيل الجديد قادر على تشغيل الالعاب لحد 1080p. والجهاز كان ضامن العاب يوبيسوفت الجديدة بتعاون مشترك كبير جدا بين يوبيسوفت ونينتندو. طبعا التعاون ده عشان يضمنوا حصول الجهاز على عناوينهم التقيلة زي أسلين كريد واتش دوج، وكمان ما نسيوش الناس العادية وقدموا تصميم جيم باد جديد ومميز، وكمان عملوا شاشة سنوية عشان تقدر تلعب عليه من غير تلفزيون حتى. ورغم كل ده إلا أن نينتندو خرجونا بأسوأ حملة دعائية في تاريخهم، واللي شويت الجهاز وخلته ملوش شخصية يعترف بيها، وكانت كل حملاتهم الدعائية بتتكلم عن الجيم باد الجديد وبس، ولا مرة تكلموا فيها عن الكونسول نفسه ولا حتى الألعاب اللي عرضوها عليه، وكانت أغلب الألعاب موجودة على الوي، وده أدى إن الناس كتير ما كانتش فاهمة إيه ده بسبب الدعاية الغبية، والأغلب اعتقد إنه مجرد إضافة للوي وخلاص، خصوصاً إن كان اسمه وي يو مش وي تو مثلاً ولا وي برو، فحتى اسمه خليك تعتقد إنه مجرد إضافة بسيطة للوي مش أكتر، وبسبب كده فالجهاز فقد شعبيته الكبيرة، مطورين كتير جداً تخلوا عن الجهاز ده، وده خلى الوي يو أسوأ جهاز مبيعاً لنينتندو، واللي كان ممكن يخرج نينتندو من المنافسة للأبد. بس مش نينتندو اللي ممكن تستسلم بسهولة، فعلى الرغم من الفشل الزريع للويو والانطلاقة القوية لألعاب الموبايل اللي سحبت جزء كبير من سوق 3DS، إلا ان نينتندو ما استسلمتش ونزلت في 2017 بجهاز النينتندو سويتش، واللي كانت فكرته غريبة، فهو مزيج ما بين الكونسول والتابلت، وده خلاه أضعف من المنافسين بفرق كبير، إلا ان بسبب الحملة الدعائية الكبيرة الناجحة والانطلاقة القوية لألعاب الجهاز زي سوبر ماريو أوديسي، ذا ليجند اوف زيلدا، بريس اوف ذا وايلد، أو نجاح قوي جدا وساعدوا جدا من مبيعات الجهاز، واستمرار دعم نينتندو بألعاب زي سوبر سماش بروس ألتيميت، فاير إمبلم، تري هاوسز، ذا ليجند اوف زيلدا لينكس أويكينج، ماريو كارد 8، وغيرهم الكتير جدا من الألعاب اللي مستواهم دايما فوق قدروا يرجعوا نينتندو لمكانتها وقدرت تكسب اللاعبين والمطورين في صفها. فبقينا نشوف ألعاب كنا نقدر نقول عليها مستحيل تشتغل على السويتش بسبب إمكانياته الضعيفة إلا إنها بقت تنزل عليه، زي ذا ويتشر 3 ودوم إترنال وذي أوتر وورلدز وغيرهم كتير جدا من الألعاب. وحتى شفنا ألعاب كانت بتتفوق على نسخ البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 زي لعبة إليان أيزوليشن. كل ده ساعد في ارتفاع مبيعات الجهاز، وفي خلال 3 سنين بس الجهاز حقق فوق ال 78 مليون نسخة عالميا، واللي يعتبر اكبر من مبيعات الاكس بوكس 1 وقريب جدا من مبيعات البلاي ستيشن 4، وعلى الرغم ان عمره في السوق ما عداش الاربع سنين لسه، ودول اجهزتهم بقالهم حوالي 7 سنين في السوق، فنينتندو قدرت تثبت مرة تانية ان قوة الكونسول مش اهم حاجة ما دام يقدر يقدم المتعة المطلوبة للمستهلك والراحة في التطوير للمطورين. وكده نكون خلصنا معاكم سلسلة تاريخ الكونسولز واللي استعرضنا لكم فيها أجهزة الكونسولز من أول السبعينات لما كان آخرهم يعرضوا نقط بيضاء بس على الشاشة، ولحد الجيل التاسع اللي قدم لنا جرافيكس قريبة جدا من كواليتي الأفلام الأنيميشن، ولسه كل جيل الشركات هتبهرنا أكتر بألعاب. تعبت جدا وأنا بقدم السلسلة دي. وبس كده كان معاكم شادي جن جمزاوي، كل سنة وانتم طيبين، سلام.